ما يجب مراقبته في السيارة دوريا. من الأشياء التي ينبغي مراقبتها قبل استعمال السيارة، أولا مستوى زيت المكابة ينبغي أن يكون قريب من القمة القصوى ماكسي، ومن الضروري مراقبة مستوى زيت المحرك الذي ينبغي أن يكون قريب من القمة القصوى ماكسي، ويتم مراقبة زيت المحرك حين يكون محرك السيارة بارد في الصباح مثلا. كما ينبغي مراقبة مستوى سائل تبريد المحرك، يجب أن يكون قريب من القمة القصوى ماكسي. ومن الضروري أيضا مراقبة مستوى سائل غسل زجاج السيارة الذي ينبغي ملؤه دوريا، خاصة في الأيام الممطرة. كما ينبغي ضبط ضغط العجلات على الأقل مرة في الشهر أو في حالة سفر بعيد، ومن الضروري مراقبة ضغط عجلة الطوارئ. سادسا ضرورة التأكد من صلاحية كل الأضواء وصلاحية مساحات الزجاج وعدم وجود شقوق بها. وقبل الخروج بالسيارة من الضروري التثبت في كل مرة من الوثائق الإجبارية لسياقة السيارة، وهي رخصة السياقة، البطاقة الرمادية، محضر المراقبة التقنية، قسيمة السيارة والتأمين.